نتكلم عن مدينة كانت لفترة طويلة ولا تزال هي قبلة كل اللي بيدور على عفش جامد مصنوع في دمياط، قبلة العرائس والذين يفرشون بيوتهم. هل تراجعت دمياط عن هذا العرش؟ هل المنتجات اللي أغرقت السوق لمنتجات أقل جودة وأرخص في السعر قدرت أنها تأثر على حالة الرواج الاقتصادي اللي كانت دايما بتحظى بيه دمياط في مدينة كان الكبير والصغير يعمل فيها تحديدا في هذه الصناعة؟ الحقيقة أن وزارة الصناعة حاولت أنها تلتفت لهذه المشكلة والشكاوى أهل دمياط وذهبت إلى هناك وعضدت بعض الصناعات الصغيرة. صاحبنا الوزير في هذه الجولة واستمعنا إلى أصوات الصناع في دمياط. شاهد. أكثر من 70% من إنتاج مصر تنتجه 80,000 ورشة في صناعة الأثاث، ولدى عمالها عدة مشكلات بسيطة يسهل حلها. إنها محافظة دمياط التي يوجد بها أكبر نسبة عمالة ولا يهتم بها المسؤولون على الرغم من أهميتها الاقتصادية على حد قولهم. الخامات اليومين دول غلت قوي جدا، يعني الأخشاب غلى ارتفع ارتفاع جامد. مشاكلنا إن الخامة غلت، بقت الطاقة 2 ومستوى الخامة ما عادش كويس زي الأول. الخشب بيجي من رومانيا حضرتك، فبيجي بأسعار رديئة، فالاسعار بتعلى ساعه ما توصل عندنا. احنا عندنا مشاكل لقطاع الاساس واضحه، وهي دخول المنتج المستورد بفواتير غير حقيقيه. مشكله الخامه طبعا، مشكله الخشب الزان واسعار والجوده طبعا سيئه جدا، وطبعا ده كله ده من المستورد. وفي محاولة لحل هذه المشكلات التي تؤثر على العمال، قام وزير الصناعة والتجارة بجولة تفقدية لورش الأثاث بالمحافظة، وأعلن خلال جولته عن برنامج تمويل الورش الصناعية الصغيرة هناك. أعتقد أنه المساندة التي تمنحها وزارة الصناعة لهذه المشروعات من خلال مركز تحديث الصناعة من ناحية، ومركز التدريب الصناعي من ناحية أخرى، والحزمة التمويلية التي ندرسها مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومع المصارف. وعود المسؤولين بمثابة أمل، وعلى أساسها يعلق العمال أحلامهم رغبة في إنتاج أفضل جودة يكتب عليها صنع في مصر.